السلام عليكم ومرحبا بكم كاملين فيما كنتو في هذا الفيديو الجديد اللي من خلاله غادي نعطي واحد الانطباع شخصي على واحد الهاتف واعر في الخصائص ديالو وزوين حتى في الثمن. اما بالنسبه للسميه فهو حنين بزاف. فملي غادي نذكر لكم شركه شياومي غادي نقصد بالضبط هاتف شياومي ريدمي نوت 6 برو اللي هو عباره على واحد النسخه مطوره لهاتف شياومي ريدمي نوت 5. يعني الا كان عندك هاتف ريدمي نوت 5 فبلا ما تفكر انك تشري هاتف ريدمي نوت 6 برو. الا ما عندك والو من الاحسن فكر انك تشري هاتف ريدمي نوت 6 برو، خصوصا شركه شياومي من خلال الهواتف الاقتصاديه. علاش؟ حيت اصلا ما كاينش شي فرق كبير في الثمن وغتستافد من واحد الشكل عصري اللي كيشبه نوعا ما هاتف ايفون اكس. فكيف كتشوفوا هذا هو هاتف ريدمي نوت 6 برو اللي فعلا هاتف عجبني شخصيا نظرا لاني كنشارك معكم الامور اللي انا كنخدم بها. يعني شي حاجه اللي غادي تشوفوها في لي فيديو اللي جايين من بعد فهي الامور اللي ممكن انني غنفيدكم بها. فمنذ اكثر من سنتين وانا خدام بهاتف انفينيكس نوت 3 برو اللي هو في الحقيقه هاتف زوين الى حدود الساعه، يعني ما لقيت معاه حتى شي مشكله، الا انه الوقت ملي كتطور وكذلك العتاد وكذلك الخصائص والتقنيات كتزيد تطور وتزيد تكبر فكيولي من الاجبار عليك او من اللازم عليك انك توفر هاتف بسعه تخزين اكبر وكذلك براما افضل وكذلك نوع معالج يكون متوافق مع قادم التقنيات. وايضا يعني تطور الكاميرا يبقى امر مهم، يعني الشيء الذي يعني جعلني اغير هاتف انفينيكس نوت 3 برو بهاتف شياومي ريدمي نوت 6 برو. وفي نفس الوقت فكرت انني ناخذ شي حاجه اللي هي اقتصاديه في الثمن وبخصائص اللي تكون نوعا ما مواكبه، وبالتالي فتح قدامي جوج ديال الهواتف من شركه شياومي، الاول اللي هو ريدمي اس 2 والثاني ريدمي نوت 6 برو. يعني نوعا ما حرت في الاختيار ولكن لقيت على انه يعني المثل اللي كتقول زيد الماء زيد الدقيق خلاتني انني نفكر بريدمي نوت 6 برو. اولا فيه اصدارات اللي هي مختلفه، فيه اصدار 32 جيجا بايت وفيه اصدار 64 جيجا بايت، يعني اختلاف في مساحه التخزين الداخليه. وكذلك لقيت اصدارين مختلفين، الاول 3 جيجا بايت في الرامه والثاني 4 جيجا بايت، يعني فضلت انني اخذ الاصدار القوي والافضل. ثاني حاجه لقيت على ان ريدمي نوت 6 برو فيه كذلك اصدار جلوبال او فيرجن جلوبال اللي كيخليه انه يخدم في جميع الدول حول العالم. وثالث حاجه معالج سناب دراجون 636 اوكتا كور بقوه 1.8 جيجا هرتز. ندوزو دابا لا ديسبلاي، هي عباره على واحد الشاشه اي بي اس فول اتش دي بعرض 19 على 9 6.26 بوصه اللي هي تماما بحجم اجهزه الفابلت. بالنسبه للبطاريه الحجم ديالها كيوصل ل 4000 ملي امبير في الساعه، يعني بعد ما قمت بتشغيله بشكل متقطع بقى معايا الهاتف تقريبا 48 ساعه متواصله وبقى مازال الخير في الشارج. ايوا دابا غادي ندوزو للاناقه والجمال. كيف ما كتشوفوا الهاتف فيه 4 ديال الكاميرات، جوج سيلفي وجوج من اللور مع مستشعر بصمه او فينجر برينت وكذلك فلاش. واحد السؤال حنا دائما كنطرحوه كناس عاديين او كناس يعني اللي مختصين في الميدان هو علاش دائما هاد الهواتف اللي ولات كتطرح دابا بكثره في السوق فيها جوج كاميرات، يعني سواء القدام او اللور. فهاد الهاتف هذا بالضبط فيه جوج ديال الكاميرات قدام سيلفي، وهذه اول مره كنصادفها ربما في شي هاتف. كاميرا سيلفي 20 ميجا بيكسل وكاميرا ب 2 ميجا بيكسل او 2 ميجا بيكسل. اولا بالنسبه للكاميرا 20 ميجا بيكسل فالدقه ديالها رائعه للغايه، خصوصا اذا قمت يعني بتصوير صور يعني خاصه بتقنيه البورتري فسوف تلاحظون يعني من خلال هذه الصور ان هنالك دقه واحتراف تام من خلال التقاط الصور، بحيث انها تعطي للشخص او للصوره جماليه اضافيه مطلقه يعني من خلال تقنية البورتري. اما بالنسبة للكاميرا الثانية اللي هي 2 ميجا بيكسل كنا غنستغربوا كيفاش كاميرا فيها 2 ميجا بيكسل غادي تصور لي الوجه ديالنا، يعني في جي او غيرها من هذا النوع. فالجواب هو بسيط للغاية، فالكاميرا الثانية غادي نعتبروها هي عبارة على واحد المستشعر. اولا كيمكننا من اننا كنفتحوا الهاتف ديالنا بالبصمة ديال العين، اي انه مباشرة ملي كتلاقي وجهك مع هذيك الكاميرا وكتشوف كتحقق العين ديالك كيتحل الهاتف مباشرة
مباشره دون الحاجه لاستخدام البصمه او الفينجر برينت. التقنيه كتعرف بالفيس اي دي، ولكن المشكله اللي لقيتها مع هذا الهاتف من خلال هذه الخاصيه هو انه خاصك تحوله لدوله الهند باش تاكتيفي لك وتستمتع بها اكيد. وكنظن انه مستقبلا يعني في التحديثات اللي جايه تقدر يعني الشركه تحل هذا المشكل، علاش لا. وظيفه اخرى كتقوم بها هذه الكاميرا هي انها اولا كتحدد نوعيه الوجه ديال الناس، ثانيا كتحدد المناطق وكتعقل عليها. اما بالنسبه للكاميرات الخلفيه هنالك كاميرا 12 ميجا بيكسل وكاميرا 5 ميجا بيكسل، وكيف ما كتشوفوا هذه الصور هذه التقطتها من خلال هذه الكاميرا بخاصيه البورتري اللي كتعطيك ذلك جماليه ورونق وتجعلك طبيعه الحال شخص يعني اللي هو محترف في التصوير، كانك تتوفر على كاميرا عاليه الدقه. وهذه من بين الحوايج طبيعه الحال اللي عجبتني في هذا الهاتف هي دقه وقوه الكاميرا، وكندير لها لايك من عندي انا كشخص. اما حتى الفيديو فهو كيصور فول اش دي سوا من القدام ولا من اللور بدقه اللي هي عاليه، كانك كتوفر على كاميرا رقميه عاليه الجوده، يعني يمكن لك انك تصور دي فيلوغ، تصور فيديوهات تقنيه او فيديوهات يعني منوعه سكيتشات يعني بدقه اروع، يعني تحبب كذلك متابعيك لمالا. ودابا غادي نمروا للجانب سوفتوير، يعني اشنو كاين في اللب ديال الهاتف. بصراحه عجبتني فيه واحد القضيه هي انه يمكن لك انك تعمل واحد الحصه او واحد ليسباس او واحد المساحه اللي هي عباره على واحد الهاتف وهمي وسط الهاتف ديالك. كيفاش؟ يعني مثلا انت عندك واحد لانترفاس يعني كتخدم به الكالوري، الارقام الهاتفيه، كتقوم يعني بعمل تصوير، تطبيقات الى غير ذلك، يمكن لك انك تعمل هاتف اخر او نظام اخر في الهاتف ديالك بنفس النظام اللي انت فيه، يعني يمكن لك انك تحدد ليه يعني خاصيه البصمه او الفيس اي دي او اي شيء لشخص اخر يستطيع استخدام هذا الهاتف. مثلا اذا كنت مجوج بشي مرة على سبيل المثال وما بغيتيش تطالع لك على الاسرار ديالك، تقدر في رمشه عين انك تصنع هاتف اخر وتمشي تغبر، يعني هذاك الهاتف هو كيبقى هاتف وهمي ولكن لاستخدام شخص اخر ماشي استخدام ديالك انت يا اكيد. ما ننصحش بهذه الخطوه اكيد. وكذلك تقدر من خلاله انك تفتح جوج ديال التطبيقات دفعه واحده، يعني عندك تطبيق فيسبوك ا وعندك حساب اخر فيسبوك، تقدر مثلا تكري واحد يعني كيف ما كنقولوا لي واحد الابليكاسيون كلوني باش انك كتدخل جوج ديال لي زابليكاسيون بحسابات اللي هي مختلفه. مثلا عندك جوج ديال الارقام هاتفيه او جوج ديال لي واتساب، تقدر مثلا تخدم بالواتساب ا والواتساب بي في نفس الهاتف. هذه الخاصيه هذه كاينه متاحه في السوفتوير ديال الهاتف بالاسم ديال ابليكاسيون كلوني. والجميل في الامر انك ممكن تحكم في النوتش ديال الهاتف، يعني داك القائمه العلويه ديالو ممكن انك تردها قائمه سامبل بحال هاتف نوت 5، يعني كتعطيك العرض ديال سطح المكتب بشكل كلي. اما الى اردت انه ولا بغيتي انك تخليها بالشكل العصري اللي انت دابا عليه ممكن انك ديزاكتيفيها وهكذا، يعني هذه من خلال الخصائص اللي متواجده كذلك في الهاتف. وحاجه اخرى اللي غتعجبكم سيرتو الناس اللي كيتابعوا السعد التقنيه على طول وهي الريموت اي اير. الريموت اي اير ماذا نقصد به؟ هنالك قطعه تباع في الاسواق او في المواقع الصينيه يتم تركيبها سواء في اللونتري يو اس بي تايب سي او اندرويد او في الميني جاك الخاص بالسماعات. يعني هذه القطعه تقوم من خلالها بتنصيب مثلا تطبيق وتتحكم مثلا باجهزه التلفاز، الراديو، كذلك يعني اجهزه التبريد او الكليماتيزور واشياء اخرى. ولكن مع هذا الهاتف فالخاصية هي متاحة أصلا، يعني كما تشاهدون ففي الأعلى توجد قطعة يعني يتم من خلالها ربط أو التحكم بأي جهاز تلفاز يعني كيفما كان، يعني خاصية رائعة أيضا وتستحق التجريب، لأنه مرة إن شاء الله غادي نبداو نناقشوا أو نناقشوا خاصية من الخصائص اللي ذكرتها لكم في هذا الفيديو، وكل خاصية غادي نعطيوها من وقتها الشيء الكثير. وما ننساش أن الثمن ديالو راه كيتراوح من 189 دولار حتى ل 196 أو 220، يعني حسب الموقع الالكتروني اللي غتشروه منه. وكذلك كنصحكم الى لقيتوا شي مناسبه حاولوا انكم تبحثوا على هذا الهاتف في المناسبات، يعني ديك الساعات كيتلاحوا دي كوبون اللي كيكونوا يعني كيخفضوا لنا التسعيره ديال الهاتف، يعني تقدر تكون اقل من 189 وبالتالي غتستافد من واحد الهاتف اللي هو فعلا زوين بزاف، لانه ماشي انا اللي شريته من ديتي راسي ولكن نصحني به واحد الاخ او واحد صديق او واحد الشخص هو اللي قال لي اودي راه شاومي عندها
تقنية أو عندها تكنولوجيا اللي غتخليك أنك تنسى كل الهواتف اللي كاين حاليا في السوق وما غتندمش عليه. وكنشكر كذلك كاع الناس اللي عاونوني طبيعة الحال حتى وصلني الهاتف في هذه المنطقة يعني الرائعة جدا يعني بالجو الهادئ ديالها اللي اضطريت أنني ندير لكم من خلال هذا الفيديو. وإن شاء الله تعالى نتلاقاو في حلقات مقبلة بحول الله، وإلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي في أمان الله.